النهارده يا جماعه هنتكلم على شابتر 2. شابتر 2 بيتكلم على الديسيشن او البرانشنج اللي خدناه الترم الاول. لما يكون عندنا برنامج فيه احتمالات، زي ما نفتكر كده مع بعض، الترم الاول كنا بنقول مثلا لو انا عندي بروجرام عايزين نعمله ندخل عليه درجه طالب في الامتحان ونطلع مسج، يا اما باس في السكور جريتر ذان اور ايكوال 50، يا اما فيل لو السكور ليس ذان 50. فين احتمال يبقى فيل اور بس؟ في الحاله دي هنستخدم قاعده من الاربع قواعد اللي هناخدهم النهارده. اول قاعده هناخدها اسمها اف زن. القاعده الثانيه اسمها اف زن اوز. القاعده الثالثه اسمها اف زن الز اف. لا لسه، المرحله الرابعه اسمها select case. خلاص كده؟ احنا النهارده هنتكلم على if then و if then else. تعالوا نشوف مع بعض. أول قاعدة اسمها if then. إيه هي السنتكس العامة بتاعتها؟ بصوا كده. if يتبعها حاجة اسمها conditional expression. بيتبعها كلمة then. بيجي تحتها في السطر اللي بعده الكود اللي هو بيساوي ترو، بعد كده في النهايه اند اف. ادي الصيغه العامه لجمله اف زن. اف كونديشنال اكسبريشن زن، الكود اللي هيتنفذ لو كان الكونديشن ترو خلاص، بعد كده في النهايه اند اف. طيب تعال نطبق الكلام ده عملي كده على البروجرام، على الفيجوال بيزك. نفتح الفيجوال بيزك، هنعمل نيو بروجكت. هنحط مجموعة من التولز كده. أنا بس اللي محتاجه كله إن أنا أحط ليبل وأحط تكست بوكس وباتن يطلع الناتج، بس كده. نرتبهم، نسمي الليبل ده مثلا انتر سكور. خلاص، وهنبتدي نكتب الكود داخل البروسيجر بتاع باتن 1. ركز مع بعض بقى. انا هنا فكره البروجرام ان انا هدخل الرقم الطالب هنا اللي جابه او الدرجه اللي جابها، نضغط على الباتن يطلع لي مسج يقول لي اذا كان باس ولا فيل. احنا هنتكلم الاول على باس بس، ازاي نطلع ترو. فهندخل جوه الكود، الرقم هيكتب هنا. اول حاجه لازم اعرف الكمبيوتر ايه هو الرقم اللي هيدخل. فأول حاجة بنحددها، هل الرقم ده variable ولا constant؟ variable، لأن مفيش حد هيدخل رقم زي التاني، فهنا هيعتبر إن الرقم أو الدرجة هنا variable. فروح أعرف الكمبيوتر، سجل عندك في الميموري variable عن طريق كلمة دم، واسمه اس، أي اسم أنا عايزه، بس بالقواعد بتاعتنا. إيه هي قواعد تسمية الـ variable؟ إيه هي قواعد؟ إنه يبتدي بليتر أندرسكور، ان ما يحتويش على سيمبلز، ان ما يكونش من الكلمات المحجوزه، ممكن يحتوي على رقم بس ما نبتديش برقم، ما يكونش بالظبط كده، ان هو يعبر عن محتواه. Variable name reflects its content. خلاص؟ طيب بعد كده اقول له as الداتا تايب بتاعته نوعه ايه؟ درجه الطالب هنا نوعها ايه؟ رقميه. طب رقميه فيها ديسيمال ولا هول نمبر؟ فيها ديسيمال، رقم صحيح ولا فيه كسر عشري؟ يبقى هنا الارقام اللي فيها كسر عشري ديسيمال نمبر، يعني اللي هي ايه؟ سنجل اور دبل اور ديسيمال. طبعا درجه الطالب مش هتبقى كبيره قوي، فاقول له سنجل، حاجه صغيره. تمام كده؟ يبقى انا كده عرفت الكمبيوتر في عندك حاجه اسمها اس، اكيد فيها رقم. طيب ايه هو الرقم ده بقى؟ ما قلتلوش لسه. اجي بعدها اقول له خليه للاس دي ايكوال تكست بوكس 1 دوت تكست. مش احنا هنكتب الدرجه هنا يا شباب؟ يبقى الاس اللي في الميموري دي هيتسجل فيها الرقم اللي هيتكتب هنا. بس كل اللي انا عملته لحد دلوقتي ان انا سجلت في الميموري ايه؟ حاجه اسمها الاس السكور يعني، وهيتكتب فيها رقم. بس نيجي بقى نبتدي نستخدم قاعده اف الاولانيه اللي هي اف زن. اقول له اف، انا قلت بعد اف يتبعها ايه؟
ماشي. اللي هو بالعربي كده التعبير الشرطي. ايه هو التعبير الشرطي بتاعنا؟ ان الدرجه اكبر من او بيساوي 50. زين طلع لي مسج بوكس رساله قال لي باس. طب انا لو رحت كتبت باسكت اداني ايرور على كلمه باس، حد يعرف ليه؟ عشان مفيش كوتيشن. بالظبط كده، دي بيانات حرفيه. اي بيانات حرفيه تكتب داخل الفيجوال بيزك لازم تتحط ما بين علامتين الكوتيشن مارك دول. طيب تعال نجرب بقى البروجرام بتاعنا كده. افهمي يا لا اهو الحاجات دي هتفيدك في البروجرام. انا لو كتبت 50 هيطلع لي مسج يقول لي باس. طب لو دخلت اكبر من 50؟ لو اقل من 50 هيديني ايرور؟ لا طبعا مش هيديني ايرور ولا هيعمل اي حاجه. ده مش خطا، بس انا ما قلتلوش يعمل ايه. خلاص كده؟ وهنعرف دلوقتي ازاي ان انا اطلع فيل، بس نفهم الاول القضيه دي او القاعده دي. ممكن بدل ما اكتب جمله اف على اكتر من سطر ممكن نكتبها كلها في سطر واحد. اف conditional expression then message box pass. من غير ما اكتب اندف نشيل دي عشان نشوف. اهم يا شباب كتبت الجمله كامله في سطر واحد، مش محتاج بقى ان انا اكتبها في اكتر من سطر. بس لو كتبت في سطر واحد ما بحتاجش اند اف خالص. ماشي كده؟ سهل الكلام ده؟ حد مش فاهم؟ طيب تعالوا نتكلم شويه على الكونديشنال اكسبريشن. ده الديفاين الوحيد اللي موجود عندنا في الشابتر، تعالوا نكتبه مع بعض عشان نحفظه. ايه هو الكونديشنال اكسبريشن؟ هو بالعربي بنسميه تعبير شرطي، وبنقول عليه هو جزء من كود البرنامج. It is a part of program code. It is part of program code. ماشي؟ It is result نتجه يا إما يبقى true or false. بس ده تعريف الكونديشن اكسبريشن. نتجه يا إما true يا إما false، ودايما بيستخدم comparison operator. ايه هو الكومباريزون اوبريتور؟ اللي هم دول علامة bigger than، علامة less than، علامة bigger than or equal، علامة less than or equal، علامة equal، علامة not equal. طبعا not equal دي بالنسبة لنا جديدة. خلاص؟ محدش يروح يعمل لي ايكوال اللي هي بنستخدمها في الماس وفي الكلام دوت. طبعا ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ لان انا على حسب المدخلات اللي هقدر ادخلها من الكيبورد بتاعتي. هل في علامه الايكوال فيها شرطه دي؟ طبعا لا مفيش. فنوت ايكوال في الفيجوال بيزك كده. في بعض لغات البرمجه ما بتبقاش نوت ايكوال كده، نوت ايكوال في لغات برمجه ثانيه بتكتب بالمنظر ده. في لغات برمجه كده، في ايكوال او كومباريزون تكتب كده، دي علامه ايكوال. وفي كده. خلاص؟ يعني لغات البرمجه بتختلف من لغه لثانيه، احنا دلوقتي قضيتنا دلوقتي الفيجوال بيزك، فبنلتزم باللي موجود ما بين البراكت دوت، ده اللي بنستخدمه في الفيجوال بيزك. طيب نرجع بقى لموضوعنا. تعالوا نجرب الكلام ده الاول، الكومباريزون اوبريتور، نعمل بروجرام سو انتوت كده. انا احط باتن بس اجرب عليه الكومباريزن اوبريتور، ماليش علاقه بالبرنامج، ده باتن لوحده كده. انا لو جيت قلت له طلع لي رساله بالقيمه دي، لو انا قلت له 8 نوت ايكوال 8 هيديني ترو ولا فالص؟ تعال نجرب. فالص. طب لو جيت قلت له هتدينا كام؟ لا ايكوال ترو فولس ولا ترو عشان ايكوال؟ ما بس ترو ما راحش. لا هتدينا ترو. فولس فولس ترو يا جماعه. ما انا قلت بيجر ذان اور ايكوال، انا ما قلتش اند ايكوال. ايوه خلاص. يعني لو حاجه واحده اتحققت يبقى صح. اهو تعال نجربها، ادينا ترو. خلاص؟ طيب عايز واحد شاطر بقى يقول لي ايه الفرق ما بين الثلاثه ايكوال دول في ثلاث جمل مختلفين.
x equal 5 x equal x plus 5 if x equal 5. ممتازة يا يوسف، بس الأخيرة كومبارتيف. بمعنى ايه؟ الأولانية x equal 5 هي تنفع الاثنين، الأولانية تنفع assignment operator وتنفع equality operator، بس أنا قصدي هنا إن x equal 5 في الماس دي equality تساوي، يعني x هتساوي ال 5 ده تساوي، فلازم تكون الاكس في 5 عشان تساوي ال 5، لأن لازم التو سايد هنا يبقوا متساويين. إنما دي طبعا x equal x plus 5 هنا ما تنفعش في الماس، ما ينفعش أقول لك x مثلا ندخلها ب 2، 2 equal 2 plus 5 يعني 2 equal 7 ده طب ما ينفعش. فدي بنسميها assignment operator. assignment operator انا بتكلم على الاوبريتور مش الجمله كامله. لو هنتكلم عن الجمله بقول عليها assignment statement. طيب انما الاخيره ادام فيها اف بقول بسال هل x تساوي 5؟ فدي اسمها comparison، مقارنه، بقارن ما بين variable وvalue، هل الاثنين فعلا متساويين ولا لا؟ ممكن يبقى true ممكن يبقى false. طبعا السؤال ده سهل جدا خلاص، بس يلخبط طلبه كتير جدا. فالكمبيوتر السنه دي بالذات بيعتمد على شرح، الشرح اللي انا بقوله بنسبه 95%. لازم تبقى فاهم الحصه كويس جدا جدا جدا. طيب تعالوا نطبق الكلام ده بقى، او نعمل الجمله الثانيه if then else. افرض ان انا عايز اطلع مسج يقول لي fail في حاله ان انا بدرجه اقل من 50. طيب تعالوا نعملها في اكتر من سطر، ممكن برضو على فكره تعمل في سطر واحد، بس انا سوري بحب ان انا اكتبها في اكتر من سطر. هقول له المره دي تحتها كده else، طلع لي المره دي مسج بوكس قول لي المره دي fail. ادي الجمله الثانيه if conditional expression then الكود اللي هو true، else الكود اللي هو false and if. يعني في حاله else دي معناها ايه بالعربي؟ غير ذلك. دايما بالظبط اللي هو عكس الكونديشن. يبقى لو جالي سؤال في الامتحان قال لك if the condition is true execute after then or after else، طبعا choose مثلا او complete. لو كان الكونديشن false هينفذ اللي بعد then ولا اللي بعد true؟ false قصدي else sorry else هينفذ اللي بعد then ولا else لو كان الكونديشن true؟ لو false else. خلاص تعال نجرب كده، ندخل خمسة المرة دي، اهو الباتن اللي تحت ده ملوش لازمة، هيطلع لي فيل. طيب ما كتبش فيه حاجة، هيطلع لي باس. سهل الموضوع ده يا جماعة، وينفع برضه يتكتب في سطر واحد. ادي اف مسج بوكس باس ايلس مسج بوكس فيها. شايفين البرمجه شيء ممتع ازاي؟ طبعا ما بحتاجش اندف خالص ادام في سطر واحد، ادام في سطر واحد ما بحتاجش اكتب اندف. ندخل خمسه هيقول لي فيل، ندخل رقم اكبر من 50 هيقول لي باس. طب لو انا جيت دلوقتي يا شباب دخلت حروف هيطلع ايرور. نعالجها ازاي؟ الشاطر اللي هيقول لي تراي وكاتش، ممتازين. طب اكتب تراي فين وكاتش فين؟ هاجي هنا اقول له، هاجي اقول له تراي تراي قبل الكود بتاع الاساينمنت ستيتمنت، بقول له نفذ ده كله تحت كده، واجي بعد السطر ده اقول له catch ex as exception، واقول له طلع لي رساله مثلا، اقول له you must correct your degree. وفي الاخر اقول له ايه؟ اند تراي. تعال نجرب كده.
جينا كتبنا 5 هيطلع ناتج عادي خالص اهو يقول لي فيل. طب تعال ندخل حروف بقى. طبعا هيقول له سنجل المفروض يتكتب رقم هيقول لي يو ماست كوركت يور ديجري كوركت يور ديجري. طيب عايزه حته بقى زياده دي مش علينا بس برضو نعرفها ما مسحليش القيمه الخطا عايزه يمسحها لي مجرد ما يبقى في ايرور ويطلع لي رساله يمسح لي القيمه الخطا. نعملها ازاي؟ هو الكود ده هيتكتب طبيعي فين؟ وقت حدوث الخطا. طب وقت حدوث الخطا فين؟ بعد كاتش. فهاجي بعد كاتش كده هقول له خلي لي تكست بوكس 1 دوت تكست ايكوال كوتيشن مارك فاضيين يعني امسح لي الموجود على التكست بوكس. طب تعال نجرب نكتب حاجه غلط كده واول مره اضغط على الباتون هيقول لي يو ماست كوركت يور ديجري ان في خطا عندك. اول مره اضغط اوكي بص على التكست بوكس اللي هيحصل له اتمسح. طيب هسهلها كمان على اليوزر انا لازم اليوزر هيجي يكتب القيمه الصح مش هيكتب لازم يروح يعلم هنا على التكست بوكس عشان يبتدي يكتب. طب ايه رايكم اخليه هو ينقل البوينتر بتاع الماوس عليه اوتوماتيك ازاي؟ باجي هنا كده اروح كاتب له كلمه مي دوت تكست بوكس 1 دوت فوكس. فوكس دي اسمها كونسنتريشن او اتنشن تو تكست بوكس 1 يعني شد لي انتباه اليوزر خلاص او شد لي تركيزه على التكست بوكس 1 يعني الايرور كان هنا. طب تعالوا نجرب اها اكتب بقى حاجه غلط المره دي اول ما اضغط على الباتون واضغط اوكي نقل لي شل الحاجه ونقل لي البوينتر بتاع الماوس فين على التكست بوكس مجرد ما يكتب كتب على طول. اه عادي ازاي وقت ما انت عايز تستخدميه مالهاش علاقه بتراي كاتش تمام. دي كلها اوبشن كتيره جميله جدا دي ليكم انتوا خلاص دي مش موجوده عليها في المنهج بس دي جميله جدا في الاستخدام. مستر ما تمنع اليوزر يدخل حروف ينفع برضه عن طريق بري ديفاين فانكشن بس مش عايز ادخلكم في قصه كبيره دلوقتي هناخدها بعدين واحده واحده ماشي كده يا جماعه.